التصريح الحكومي هو صحيح، يعني مش احنا من جامع الحكومه، لانه انا اذا ما انتخبت كيف بدي اجيب انسان صالح للمجتمع ويخدمني واقعد انتقد الحكومه؟ فانا لازم اساهم بالعمليه هذه، العمليه الانتخابيه، اما غير ذلك ما بحق انتقد الحكومه. صراحه يعني ما بحب انتخب، لانه اول شيء يعني الشخص بدك تنتخبه بدك تكون تعرفه، فانا ما بعرف كثير ناس يعني عشان انه انتخبه. ثاني إشي يعني هاي أمانة بالنسبة لي، يعني مش إنه إشي سهل إنك تيجي تنتخب أي حدا، في هال مش ما بحب صراحة. لا ما انتخبتش. لماذا؟ لا على الفاضي، ما استفدتش في شيء عنه من أي شيء، بس أخذ الانتخابات ومع السلامة. نعم انتخبت، حقي بالانتخاب حقي، ولازم أختار الرجل المناسب يعني من وجهة نظري. لا ما شاركتش الانتخابات، لا يعني انا مو فيش شيء يشوف علي، يعني فيش شيء بتحسه ثابت، يعني بيجي الانتخابات موضوع مصالح شخصيه، فيش شيء مدروس، فيش ارضيه حدا شغال عليها. كان الاجر يعينوهم تعيين افضل، لو عينوهم تعيين كان ريحوا الناس وهم مرتاحوا، وكان عرفوا هم كمان كجهات امنيه وكجهات مخابراتيه، وكان عينوهم وانتهينا. ما فيش داعي ننتخب ونقلب حالنا، لانه احنا بنعرفهم مش بصراحه، كل واحد بيقول لك انا بدي اخدمك وانا بدي اقدم لك وانا والباقي عند الله. نعم شاركت، نعطي فرصه للمرشحين اللي احنا شايفينهم ثقه او ممكن يعملوا تغيير في المجتمع بعد الاشياء اللي، لانه يعني بشكل عام خصوصا موضوع البلديات حاجه لتطوير، حاجه لتحديث، فحبينا نعطي صوتنا للشخص اللي احنا شايفينه مناسب. يعني ما فيش تغيير على البلد مثل ما هي، شايف وضع البطاله وفقر. انا شاب عندي 3 اولاد وهيني قاعد على العمل من شهرين، يعني بنقدم شركات بنقدم ما في، كله بيحكي الوضع سيء، الاقتصاد سيء. يعني لو عملنا يعني انتخابات ورحنا انتخبنا مش شايف ايش راح يتغير، يعني هم مراكزهم واحنا وضعنا صعب زي ما احنا الطبقه الفقيره يعني، فما شاركت مش شايف شيء في تغيير يعني بصراحه.